على بالي كاين اللي يقول لي يبغى يقاطعني، يقول لي علاه لي زوروبيان، علاش كاع نقيين وكل شيء في بلاصتو وكل شيء حدا بلاصتو وكل شيء شباب في بلاصتو وكل شيء. هذوك هما الجنون تاعهم كيما هاك، الجنون تاعهم كيما هما يا جماعه. وراني رقيت تما عندهم وشت الجنون، شابين وعاقلين ومشي مبرحشين كيما اللي عندنا. على خاطر كاين اللي يبغي يسكتني يقول لي علاش احنا غير احنا اللي عندنا الجن يزقي. لا، الانسان ابن بيئته، كذلك الجن ابن بيئته، الجن ابن بيئته. الجن تاع الدنمارك ماشي كيما الجن تاع هنا. مفهوم كلامي؟ ما ندخلش في العدل والتجريح يا جماعه. انا كي نكون نجيب لكم الجن تاع الدنمارك تقول سبحان الله الاخلاق راهي تسيل كي العسل، كما من شاكم تشوفوا في الشاهد. هو جن ولكنه هو من فصيلة الشياطين الجن، لخاطر الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع. حنا تقول كلمة يرد لك عشرة، غادي الجن سيلونسيو فيبرر. أنا شعمر يعني امرأة ولا راجل قاوري قاوري نرقيه حتى الجن يقول لي وي سوي لا عقل. انا نحشم، انا جاي برهوش، انا راقي نصيب روحي اغريسيف. تيقول لي حتى نبقى نراجع في نفسي نقول حقا انا جزائري، نسيت انا بلي جيت من غادي. حتى نبدا نصالح في روحي نقول الحاج بالله مرنا على الشيطان ودي انتهمني جيت وهذا هنا هذو كان سكات. نعطيكم مثال، روحوا في بعض الاحياء غير هنا في بلادنا ما نروحوش بها، الاحياء الراقيه السكات تسمع غير كناري شاردون تسمع، هذا ما تسمع. روح في احياء شعبيه ستسمع بدون تعليق. يعني هذا لتوضيح الصوره وتقريب المقاربه فقط واسقاط. انا مانيش نقول انا افضل منكم ولا خير، لا، انا نوصل الخبزه الفرانه اللي نشوفه راني هو اللي غلط وصوبوني يقولوا بالاحمر راك زايد فيها شويه، لا، ولا راك قايسها سانكيام، لا، راني قايسها بريميير، راني تمشى غير في حالي وراني نشوف فيها كيما راني نشوفها بعيني وبعقلي في الزوج، ولكن اعبر بها بقلبي وعقلي. هذا هو الفرق.